نديروا واحد المقبله او بحال البقوله ديال اللوبيا الخضراء. ايه تناخذ اللوبيا الخضراء للسناء نجيبوها ونغسلوها مزيان ونخليوها تستقطر ونقطعوها رقيق مزيان فهمتي تكون رقيقه ونديروها في طنجره ديال الضغط مع الثومه مع اللب ديال الحامض المصير وزيت العود والربيع مقطع والفلفله حاره وإي شويه وصافي والملحه تبقى على حسب الذوق ما كثروش لان كان فيها الحامض المصير والكمون والتحميره ونص كاس صغير ديال الماء وتتسدي عليها وتخليها تبدا تصفر بحال هكا على نار مهيله من تبدا تصفر على لسانها نقصي لها البوطه على نار مهيله وخليها من تفتحي عليها تلقايها طابت تبداي ديري لها شويه زيت العود وتبداي هكا تشحريها مزيان بحال كنديروا البقوله ديها وتجيبيها وتمعسيها راها تتمعس ما تبقاش باينه كاع ديك لاريكو مفهوم لالا سنة وتتعصري لها هكا شويه ديال الحامض ومن تبغي تقدميها تزيدي لها زيت العود وراها طبق سخون ودافي ومقبله ساخنه في هذا الوقت. ايه